في قهوة الصباح اليوم. يسعى الكثيرون للتسوق عبر الإنترنت في إجراء احترازي وتخوفا من طلبات التوصيل تحتاج للكثير من الحذر لتجنب أي مخاطر، وذلك من خلال تعقيم الأسطح وبعض الإجراءات الأخرى. للتعرف عليها دعونا نتابع هذا التقرير. تنضم إلينا من بيروت الاختصاصية في سلامة الغذاء الدكتورة جايا الجواني. دكتورة أهلا وسهلا بك معنا. يعني الخوف من العدوى بكورونا أصبح هاجسا، وصرنا يعني نعقم كل ما حولنا، يعني حتى البقالة والطعام والعلب. كيف نتسلم طلبات الطعام أو البقالة دون أن نصاب بكورونا دكتورة؟ صباح الخير. صباح النور. كمان بدي اقول انه في حال نحن عم نطلب دليفري، الافضل ما نجرب نحن ندفع بالكريدت كارد اونلاين لحتى نتجنب تبادل المصاري مع الدليفري بوي. واذا بنقدر انه نحط نوت انه يتركوا لنا الدليفري على باب البيت، بلكي وقت اللي بيوصلوا يبعثوا لنا اس ام اس يدقوا لنا هيك، كمان تو افويد حتى نتفادى اي احتكاك مع الشخص اللي عم يواصل الدليفري، مش كرمالنا حتى كرماله هو. وإذا حال ما قدرنا ندفع أونلاين كمان الأفضل إنه نكون نحن حاطين أماونت على القد، ما نضطر إنه نبدل لبعضنا أموال. وفي حال كمان ما ضبطت معنا ساعتها لازم بس ناخذ الأغراض والمصاري من الشخص، نطهر كل شيء. هلا بنحكي كيف نطهر. طيب تطهير يعني باختلاف أنواع المشتريات، لنتحدث أولا مثلا عن الخضر والفواكه، كيف نعقمها؟ هل يجب استعمال مثلا المواد الكحولية، نوع معين من الصابون، أو أن الماء لوحده كفيل بتطهيرها؟ بس بدي أقول بعد شغلة، وقت اللي بيوصل الدليف على البيت في حال في احتكاك لازم هن أكيد يكونوا حاطين مع تكون إحنا كمان 100%. هلا بالنسبه للفواكه والخضره، نحن قبل كنا بنعرف انه ما لازم نغسل الفواكه والخضره بالصابون او بشيء ثاني، عاده بنشطفهم بالماء. هلا لحد اليوم ما في دراسات اكيده بتقول كيف لازم نغسل الفواكه والخضره، بس رح اعطيكم تيبس لحتى نتفادى حيالله ريسك اوف كونتامينيشن. فينا او نغسل بالماء والصابون لمده 20 ثانيه مثل ما بنغسل ايدينا، لانه الفيروس عنده أنفلو طبيعتها دهنية، فبمجرد ما نحن نغسل بالماء والصابون بنكون نحن قضينا على الفيروس. عنا طريقة تانية اللي ما بيحب إنه يفوت صابون على الخضرة والفواكه، بنقدر لكل لتر ماء نحط فنجان قهوة خل أو 3 معالق ملح وننقعهم لمدة تتراوح بين 15 و20 ثانية، وأكيد نرجع نشرب كتير منيح بالماء. طيب بالنسبة للعلب الطعام أو الطعام المعلب، كيف هو كذلك نفس الطريقة لتعقيمه؟ هلا هذا الفيروس سنسيتيف، يعني دغري بنقدر عليه، ما بده شيء كثير صعب. هلا بنقدر إذا عم نستعمل مي وصابون برقعة نغسل فيها نرجع ننشف، أو إذا عم نرش ديزنفكتنت يعني شيء بيطهر ونرجع كمان رقعه ناشفه فينا نرجع ننشف فيها، او اذا عندنا وات وايبس كمان نقدر نمسح فيهم العلب. سو هذا لناخذ اكثر بريكوشنز نحن وعم نضبط. بس هلا هو تبين انه الفيروس بيعيش على الكرتون لحد ال 24 ساعه، بيعيش على البلاستيك والكل شيء ماتلز لحد ال 72 ساعه، اما قد ايه بيعيش على المأكولات بعد ما في دراسه بتقلنا قد ايه الوقت اللي بضل طيب فيه. سنتحدث عن موضوع الطعام بعد ان نستطلع تفاعل مشاهدينا ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص سؤالنا لليوم، كيف تتعامل مع طلبات توصيل المطاعم والمحال التجاريه في هذه الفتره؟
نعود إليك دكتورة، يعني بالنسبة لطلبات الطعام، هل من الآمن اليوم أن نطلب طعاما جاهزا من الخارج؟ بحسب جميع المنظمات العالميه من الاف دي اي للسي دي سي للدبليو اتش او، بعكس الفيروسز الفود بورن يعني اللي ممكن ينتقلوا عبر الاطعمه، فيروس الكوفيد 19 هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، ولحد اليوم ما في اي ريبورت بالعالم عن اشخاص انصابوا بالفيروس من بعد ما كانوا تناولوا اطعمه كونتامينيتد منتشر عليها الفيروس. فأكيد هون من الطعام بشكل مباشر ما عندنا خطر، أما الخطر معقول يكون بالطريقة الغير مباشرة من وراء الباكجينج، من وراء التغليف، التغليف 100%. فمن المعروف عن الفيروس عنده طريقتين للانتقال، الطريقة المباشرة عبر الإفرازات الجسدية، وعندنا الطريقة الغير مباشرة عبر لمس أسطح كان قد انتشر عليها الفيروس، ومن بعدها إذا حطينا إيدنا على وجهنا، عيوننا، مناخيرنا، تمنا، ساعتها نحن بنكون عم ننقل الفيروس. سو ايه امن انه نحن نطلب دليفري، بس اهم شيء يكون نحن عم نطلب من المطاعم اللي عندهم ليفل عالي من الغذاء، اللي كانوا هن محترمين كل المعايير العالميه بسلامه الغذاء، يعني التيم كله محضر، كلهم حاطين قناعات على الوجه، كلهم حاطين بالايدي، واذا كان في حيالله حاله مشتبهه فيها او عنده حيالله سمتم ينفصل عن العمل ويكون تعقيم متواصل بقلب المطبخ. طيب هل يجب ان يقتصر او تقتصر طلباتنا على الطعام المطبوخ فقط ونتجنب كل ما هو نيء مثلا؟ هلا هو تبين الفيروس بحراره بكم دقيقه على حراره مرتفعه بيكون اضعف، اذا كنا عم نطلب الاكل اللي مسخن او مطبوخ هون ابدا ما عندنا خطر، اما اذا كنا عم نطلب الاكل البارد مثل السلطات والساندوتشز كثير مهم نحن هون نطلب الاكل من المطاعم الموثوق منها وناكل بالشوكه والسكينه، لانه وقت بناكل الاكل ما في خطر انه نحن وعم ناكل نكون عم نتصاب، بس اذا عم نحط ايدينا وكان عندنا الاسطح منصابه وعم نرجع نحطها على وجهنا ساعتها هون في خطر الاصابه، مشان هيك هون لازم نتبع سلامه الغذاء الفرديه بالمنزل بالتعقيم والاكل بالشوكه والسكينه وغسل الايدين قبل الاكل وبعد الاكل اكيد. طيب شكرا على كل هذه التوضيحات الاختصاصية في سلامة الغذاء الدكتورة جيال جواني، كنت معنا مباشرة من بيروت.